تخيل لما بنت تخش عليك وتقول لك انت عاجبني انا بحبك. طبعا الكلام ده ما بيحصلش في الاحلام، بس الموضوع عمره ما يكون بالبساطه دي. فيديو النهارده هيعرفك هيبه واهميه لغه الجسد، تاتشات بسيطه في لغه الجسد تعرفك البنت معجبه بيك ولا لا، حركات لغه جسد كده لما تشوفها البنت بتعملها قدامك لازم فورا تجيب جول. تعال نشوف الحوار ده. I wake up, flex, I'm down that check, no drip this, tell her run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell her run it up. اهلا بيكم يا جماعه، معاكم بكاوي، والقناه دي معموله مخصوص تتكلم عن مشاكل تواجهنا سواء في صحتنا، شكلنا، عاداتنا كل يوم، وازاي نواجهها عشان نبقى في احسن صوره وننجح شغلنا وننجح في حياتنا. يلا اعمل لايك واشترك في القناه لو مشتركتش، وفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش جديد كل اسبوع. وبالمره تحت قول لنا في الكومنتات ايه العلامه اللي لما بتشوفها في البنت اللي قدامك بتعرف انها معجبه بيك. قول لنا يمكن في حاجه فايتانا. تعال نشوف موضوع النهارده. لما التعبير بالكلام بيقل التعبير بلغه الجسد بيتضاعف. محدش بيعرف يخبي كل حاجه. لغه الجسد من اكتر الحاجات اللي بتكشف الشخص اللي قدامك ناوي على ايه او بيفكر في ايه، حتى لو هو مش حاسس باللي هو بيعمله. لغه جسده بتبقى فاضحه مبينه اللي هو حاسه. والموضوع ينطبق في الرجاله وفي البنات، في كلنا. فلما تكون شاكك ان البنت معجبه ولا لا، حاسه بايه بالظبط، وهي ما بتقولش حاجه، علامات لغه جسدها مفروض تقول لك. وانا طبعا مقدر ان مش كلنا واخدين بالنا من الحوارات دي، معظمنا ما يعرفش. وهنا يجي دور مكاوي. مكاوي دايما عارف، مكاوي دايما هيقول لك شويه علامات لغه جسد كده لازم تاخد بالك منها عشان تجيب جول. تعال اقول لك عليهم. اول علامه معانا واظن دي سهله، السمايل، لما تضحك لك. مفيش بنت بتضحك لحد بالصدفه. لو البنت ما بتحبش الشخص اللي قدامها، مش مرتاحه له، مش قابلاه، عمرها ما هتضحك. بكل بساطه ممكن تبتسم ابتسامه سخيفه او تقفل بقها، تبقى عادي وشها اللي هو النورمال تايب. ضحكه ضحكه عمرها ما بتعملها الا مع الاشخاص اللي بتحبهم. وفرق بين ابتسامه حلوه وابتسامه سخيفه، اظن انت عارف الفرق. دي علامه مبدئيه. لو شفت العلامه دي بقى مع ضحكه العين، لما يكون في لوك في الاي كونتاكت وعينيها بتضحك لك، هنا بقى انت عديت 99% من الطريق. الموضوع مش بس اعجاب ساعتها، الموضوع ساعتها بتموت فيك. وطبعا معظمنا مش عارف حوار ضحكه العين ده، هسيب لك مثال على الشاشه. بيبقى في لمعه في عينيهم كده، اكيد خدت بالك منها. العلامه دي دايما تبقى مصحوبه بلعب في الشعر، هتلاقيها مش على بعضها كده وماسكه شعرها 24 ساعه بتحاول تظبطه. هتلاقيها بتلوك الاي كونتاكت معاك حلو جدا، ما بتبصش بعيد. هتلاقي عينيها رايحه على بقك وعينك مع بعض. دايما الضحكه مع العلامات دي بيبقوا مع بعض كده لوكش. خد بالك من الحاجات دي، ما ينفعش تعديها. حلو يا سيدي، نخش هنا على تاني علامه، ودي اتكلمنا عليها قبل كده، وهي البنت لما تلم شعرها وتفتح لك المنطقه دي. زي ما قلت لك قبل كده، المنطقه دي منطقه خطر عندنا كلنا، منطقه كومفورت، مساحه شخصيه. فلما البنت توسع لك مخصوص ناحيتك تبين الحته دي، الرقبه بالودان، بتبقى عايزه تسمعك اكتر وعايزاك تبص هنا. ومفيش بنت بتبقى عايزه حد يبص عليها لو هي مش عاجبها. الحته الشخصيه دي مش لاي حد، دي حته انتيميسي، حته شخصيه مش لاي حد. هتلاقيها بتثلت وشها على فوق كده ومبينه لك ده كله، عايزه تسمعك وعايزك تشم البرفيوم، تبص هنا، وهكذا. حتى عندنا في الرجاله انت عارف الملاكمين دايما بيخبوا الحته دي عشان منطقه ضعف، هياخد هوك يموت. فلازم دايما تجارد الحته دي، مش لاي حد. عند البنات دي منطقه لا مؤاخذه انتمسي، حب، مش بتاعه اي حد. اللي يبص عليها حد مهم دايما، افهم كده. حلو يا سيدي، نخش هنا على ثالث علامه، ودي مهمه جدا جدا مش كله بياخد باله منها، وهي لما شفايفها ما تقفلش على بعض، بتبقى سايبه بقها مفتوح سن. دي علامه زي عندنا في الرجاله كده، لما البنت تيجي تلمسك انت بالتنشن بتشد العضلات عشان تمسكك تلاقيك ناشف، وهكذا. دي علامه عند البنات برضو انها عايزه تغريك. لما تفتح بقها سنه كده بتبين شفايفها اكبر شويه، بتبقى عايزاك تاخد بالك. هتلاقي برضو علامات كده دايما بتيجي معاها، هي انها بتشفط بطنها، عايزه تبان حلوه قدامك، بالذات لو لابسه كروب توب هتشوف الحوار ده. عايزه تبان فيت قدامك، جسمها حلو، بتبان من فوق اكبر ومن تحت ارفع، وهكذا. ودي حاجه مفروض مغريه يعني، بس بتبقى مقفوشه فشخ. خد بالك برضو من اتجاه وقفتها، اتجاه جسمها بعيد عنك ولا ناحيتك. البنت لو ما بتحبكش او مقفوله منك، عمرها ما هتديك اتجاه جسمها، هيبقى اتجاه جسمها الناحيه الثانيه وبتبص لك بجنب. البنت لو معجبه بيك وحباك، هتلاقيها دايما اتجاه جسمها في ناحيتك كده. علامه برضو مهمه جدا زي ما قلنا، لما تيجي تمسكك تحط ايديها عليك هزار، تخبطك. مفيش بنت بتلمس حد بالصدفه، فلما تلاقيها بتتلكك عشان تمسكك او تلمسك او تسلم عليك او تعمل اي حاجه، ده مش صدفه. البنات عندهم الحوار ده مهم جدا، مقدس، ما ينفعش تلمس حد هو مش عاجبها. فلو انت نكشتها، هزرت معاها، لقيتها بتلمسك،
بتخبطك بتزقك لحاجات. دي علامات حلوه جدا. حلو يا سيدي، نخش هنا على العلامه اللي بعديها، ودي مهمه جدا جدا جدا، وهي لما يوقعوا الجارد بتاعهم. اي بنت في الطبيعي بتكون انتروفيرت كده، مش طايقه نفسها، هتلاقيها ماشيه مكشره كده للناس كلها، ده الطبيعي بتاعها. وموضوع بيبقى مفهوم الصراحه، عشان احنا في مجتمع غريب شويه، فكله بيبقى قافل على نفسه. فهتلاقي البنت الطبيعي مثلا لو ماشيه في الجامعه او في المدرسه ماسكه الكشكول وحضناه كده، او ماسكه اللاب وحضناه كده، قافله مساحتها الشخصيه. حتى لو ماسكه مشروب ولا حاجه بتبقى قافله ايديها الثانيه عليه، حاطه اللاب قدامها، حاطه حاجه قدامها المشروب بينها وبين اللي قدامها، وهكذا. كل ده زي ما تقول كده الجارد، حاجه بتحطها بينها وبين الناس، حائل. فالحائل ده لو وقع، ده ما بيقعش لاي حد، بيقع للناس المهمه بس، اللي انت لو حصل معاك تبقى انت منهم. فلو لقيت انها مثلا وسعت اللاب من قدامها، وسعت المشروب حطيته بعيد، الكشكول رميته الناحيه الثانيه، فتحت ايديها، الكلام ده مش صدفه، حتى لو هي مش مدركه. البنات بتعمل كده بالفطره للحد اللي هي مرتاحه له. فلو شفت العلامات دي اعرف انك ماشي في الطريق الصح، هتجيب جوال. الجارد بتاع البنات مهم جدا، ما بيقعش لاي حد. عايزك تتعامل بثقه تامه ان ده ما بيحصلش لاي حد. ما تخافش بقى، انكشها، عبر عن مشاعرك، اتكلم في الموضوع، وهكذا. جيب من الاخر، انا بحب انكش، ما بحبش اجيب اخر الموضوع بسرعه. البنات كائنات مفهومه جدا، بس الموضوع يبان كبير من بعيد. حاول تتعامل على الاساس ده، صدقني هتسلك بسرعه. وبس كده يا سيدي، ده اللي كان عندي اقول لك النهارده. لو لسه عندك مشاكل في اي حوار، لبس او ثقه بالنفس او تعامل مع الناس، ما تترددش ابدا انك تسجل معانا في التدريب الاونلاين. التدريب الاونلاين ده بيتيح لي فرصه اتكلم معاك فيس تو فيس فيديو كول، واعرف ايه مشكلتك بالتفصيل، واعرف اديك اسهل حلول تجيب لك اسرع نتائج. انا كلمت حرفيا الافات منكم لحد دلوقتي، وعايز اتكلم معاك النهارده. هسيب لك لينك التسجيل فوق في الاي وتحت في الديسكربشن في اول كومنت برده، ما تترددش ابدا انك تسجل معانا. متاح سيشنات جماعيه وسيشنات فرديه 1-on-1، اللي يريحك في السعر وفي الوقت اشترك فيه. ولو وصلت معايا لحد اخر حلقه هنا، قول لي تحت في الكومنتات البنات مش عايزه جلنفات، عايز اعرف مين اللي قعد معايا لحد اخر الفيديو. ولو الفيديو فادك او علمك اي حاجه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس عشان ما تفوتكش جديد كل اسبوع. وزي ما بنقول كل حلقه، حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم، انت الاول. وقبل اي حاجه خليك على وضعك. اشوفكوا الحلقه الجايه. فوق 1000 واحد فيكم دلوقتي ولاد وبنات، فبجد الموضوع حلو جدا، انا عايزكم كلكم تدوسوا معايا فيه عشان انا بحب اتعامل مع الناس. ويا عم اطلع لك دكتور، اطلع لك مهندس، مع اني الناس هتتعب في كليات وفي الاخر برضك كل واحد فاهم الدنيا بمزاجه بدماغه، مالكش دعوه، كل واحد بيعيشك في الدنيا اللي في دماغه، مالكش دعوه بحد، خليك في الدنيا بتاعتك انت. انا كنت الكلام النظري زي الفل وعارف اتعامل، بس لما دخلت لقيت الواقع حاجه تانية خالص. فالواقع خد مني مره في الثانيه في الثالثه، وبعد بقيت عارف اتكلم خدت لا برضه. احمد عدلي بيعمل قهوه على السبرتايه، انا محتاجه دلوقتي. تعالى يا حماده يا اسطى، انا بحييك والله، انا عاشق للقهوه من زمان برضه. عمر ما الفكره دي ما هتعدي تاني، بس لما تبقى عارف انك لما بتقعد على الترابيزه مالي الترابيزه بده بس لما يبقى على وضعه كل حاجه تبقى على وضعها، فاهم؟ مش خايف تاكل على الترابيزه لوحدك، انت على وضعك انت والترابيزه، مش مهم حد يقعد معاك. لما تقعد على الترابيزه وعارف امكانياتك ماليه الترابيزه، مش هتحتاج حد يقعد معاك. دي ثقه بالنفس، فاهم؟ مش هتفرق معاك اي حاجه تاني. اشتغل على نفسك وكل حاجه هتتظبط. كل مشاكلك ليها علاقه باللي انا بقوله ده. يا سلام، تعرف يا جدعان، تعرف يا جدعان والله. اول خطوه صعبه في اي حاجه بقى، ارمي نفسك في البحر كده. ايه اللي حصل؟ ده الفولو. لو انت عملت لها فولو هتخش عندك تشوف مين اللي بيعمل لي فولو ده، فاهم؟ فلازم لما تخش عندك تشوف حاجه حلوه. We'll be right back.